Imagine a world. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. اذا ذكرت لكم في منشور يوم امس على الجروب الخاص بنا والخاص بلعبة كال اوف ديوتي موبايل على الفيسبوك باني سوف اشارك معكم طريقة حصرية لكيفية الحصول على قطع ديمسي والحصول على الشخصية بالنسبة للاشخاص اللي ما حصلونها وانا من بينهم. اكيد انا حاليا وصلت يعني ما تبقى لي الا 6 قطع وخلاص وحصل الشخصية، لان يعني لكن السبب اني حتى اكتشفت هذه الطريقة يعني متأخر شوي، لكن لا بأس شباب. وهذا الشرح راح يكون قبل نزول هذا الماب ونزول شخصية نيكولاي بيلينسكي اللي راح تتوفر معنا قادما بحول الله، يعني على الأرجح راح تتوفر في الموسم الرابع بحول الله، لأنه كانت بنسخة البيتا وحتى تم الإعلان الرسمي أيضا من الشركة رسميا بأنه هذا الماب راح يتوفر معنا في هذا الموسم، لكن بسبب انه هذا الموسم يعني ما راح ياخذ معنا وقت كثير، واكيد انه كان معنا تقريبا 40 يوم فقط وينتهي الموسم، فلهذا السبب ما نزلوا هذا الماب. والاضافه التاليه شباب انه راح يكون ممكن هذا الماب في الموسم الرابع بحول الله، او راح يكون معنا ماب ترانزيت، يعني هذا احتمال راح يكون احدهما، وعلى الارجح ان يكون هذا الماب، ولكن ممكن انهم راح يوضعون ايضا ماب ترانزيت. اللي ما يعرف الماب باذن الله راح اشارك معكم فيديو اخر حتى اوريكم الماب، لانه كان موجود في نسخه البيتا، نسخه الالفا الله اعلم مش البيتا. اوكي، يعني لما كانت لعبة كال اوف ديوتي في اول اصدار لها وفي اول نزول نزل معنا الماب وكان ايضا على النسخة الصينية. المهم راح اشارك معكم التفاصيل يعني لاحقا بحول الله. اللي يهمنا الحين هو الماب اللي موجود في الموسم الثالث، يعني الماب الموجود حاليا. اوكي، وراح اوريكم بالدليل شباب يعني كيف انك تختار غارة شديدة الصعوبة. اوكي، وراح اوريكم حتى القطع، يعني ما تختار النجاة، اذا تختار النجاة صدقني ان نسبة احتمال او احتمال حصولك على قطع ديمسي راح تكون ضعيفة جدا. اختار غارة شديدة الصعوبة وبعده يعني ادخل اوتو. وراح اوريكم القطع اللي موجودة عندي حاليا، زي ما تشوفون تانك ديمسي عندي 84 قطع زي ما تشوفون. بعد هذا الجيم راح احصل يعني النقاط اللي تخص او قطع اللي تخص ديمسي، وراح تتأكدون في هذا الجيم بلاي شباب. زي ما خبرتكم انت اختار غارة شديدة الصعوبة، ما تختار النجاة لانه النجاة نسبتها قليلة جدا انك تحصل، لكن راح نتجاوز المراحل يعني حتى ندخل مباشرة في الشرح المفصل شباب اللي يخص كيفية الحصول على القطع. بعد ما تدخل الجيم راح اوريكم يعني اذا اخترت الحين هذا يعني صورت، لانه بعد ما تأكدت صورت حتى المقطع هذا الحركات في طور النجاة، لكن لا بس المهم انكم تفهمون الشيء اللي راح اقصده الحين. زي ما تشوفون انا الحين واخذ كل شيء موجود في الماب، يعني سواء من مشروبات او من كل الاشياء انا واخذها، يعني ما خليت ولا شيء، وهذا الشيء اللي لازمك تطبقه حرفيا في غارة شديدة الصعوبة. وحاول حاول انك ما تموت في الجيم الا اذا مات التيم اللي معك، يعني اذا مات التيم اللي معك مرة فذاك الشكل عادي. اوكي، ثاني شيء شباب وهو ايضا شيء مهم جدا انك تحاول تاخذ زي ما خبرتكم كل المشروبات وهي 7. اوكي، 7 زجاجات يعني واجب عليك انك تاخذها. اوكي، وحتى التيم اللي يكون معك حاول انك تساعدهم، يعني ما في اي مشكلة لا تخاف انه. والشيء المهم جدا جدا شباب هو انك تكون اقل دمج، يعني لا تحاول تاخذ دمج كثير، صدقني انك راح ممكن انك راح تنصدم من هذا الكلام، ولكن هذا بالتجربة شباب، لانه وراح تشوفون يعني بعد نهاية الجيم انه كل التيم اللي كان معي يعني ماتوا بالجيم الا انا، يعني الشخص الوحيد اللي ما مات بهذا الجيم، ورغم انه كان في شخص هو اقل دمج مني، كان هو اخر شخص حصل على يعني نقاط الدمج، كان في 1000 ومش عارف 1900 او 190000، وكان الدمج الخاص بي ايضا يعني بعده، يعني انا كنت ما قبل الاخير لكني لم اموت في الجيم، وهذا السبب اعطوني قطع ديمسي.
وفي في يعني السابق يعني اللي حتى كيف انا اكتشفت هذه الطريقه وبعد ما شاهدت هذا الشيء حصل مره مرتين خلاص تاكدت. كنت العب على الدمج يعني لو ادمج كثير ممكن اني احصل قطع دمسي، لكن شفت الجيم الاول الجيم الثاني اليوم الثالث تأكدت انه خلاص يعني اقل دمج هم الاشخاص اللي يحصلون سكين ديمسي. فيلا قررت اني ما ادمج كثير، وتشوفون الحين يعني ما ارمي كثير حتى لانه بهذا الجيم راح تتاكدون شباب يعني بنهايه الجيم راح احاول اضل معكم في هذا الفيديو، ومع انه يعني اردت اشرح يعني بالتفصيل يعني حتى مشاهده الفيديو، لكن لا بس حتى في الوحش راح تشوف يعني نسبه الضرر اللي انت موجهه للوحش، ولكن فيما يخص الضرر اللي وجهته للزومبي في الراوندات يعني ذاك مش معروف، لانه يعني الكل يشتري بالنقاط اللي حصلها وبالنقود اللي حصلها، فيعني الكل التفاصيل راح تظهر في نهايه الجيم اوكي. لكن زي ما خبرتك انت حاول انك ما تموت وحاول انك تكتسب كل الاشياء كل الاغراض الموجوده في الماب الزومبي يعني من مشروبات او من تطويرات كل شيء كل شيء حاول تحصل كل شيء شباب حتى المشروبات، المهم اقل شيء انك تاخذ 5. بالنسبه للمشروب السادس والسابع راح تلاقيه في اسفل الماب، يعني لما تذهب تحاول تستخرج هذا الزومبي يعني جوبوكو ايوه يعني لما تحاول تستخرج هذا الجوبوكو راح تاخذ الزجاجتين اللي بالاسفل راح تلاقيهم بالاسفل اوكي. اذا ما عرفتوا مكانهم اتركوها في التعليقات باني راح اوريكم الاماكن بالضبط اوكي. زي ما تشوفون يعني حتى لما تشاهد خويك سقط حاول تساعده لانه هذا يساعدك كثير ايضا، لكن الاهم الاهم انك ما تموت وحاول تعطيه اقل دمج، يعني كررتها 100 مره فاتمنى انه الفكره وصلت شباب اوكي. المهم انك ما تموت وتكون اقل دمج، اذا مت يعني على الله لازم يعني كل التيم اللي معك يموت يعني حتى تحصل انت قطع دمسي اوكي. بالنسبه للشخصيه القادمه بحول الله راح تكون نيكولاي بيلينسكي زي ما خبرتكم في التسريبات السابقه اللي كانت عن طور الزومبي وحتى لما كانت في نسخه البيتا، وزي ما شاهدتم حتى في بدايه الفيديو يعني حتى كيفيه الوصول واستخراج الوحش او فتح الباب اللي تخص يعني الضبط الموجود يجب ان تسوي كل تلك المراحل اللي كانت موجوده في بدايه الفيديو، ولكن ما راح نشرحها الحين لانه كان الفيديو في البيتا يعني كان هذا يخص نسخه البيتا، فالحين ما راح نشرح اي شيء لانه حتى نتاكد وحتى ينزل الماب الجديد سواء راح يكون ترانزيت او راح يكون ناشط دير، فمش عارف يعني ننتظر ونشوف شباب اوكي. الحين انتهى الجيم شباب راح اوريكم وراح تتاكدون بالفعل اني اخذت قطع دمسي. تذكرون في بدايه الفيديو كانت معنا فقط 84 قطعه دمسي اوكي. يلا الحين انتهى الجيم، والله كان في نفسي اني انتظر حتى يوم غد يعني وانشر معكم المقطع. زي ما تشوفون انا في المرتبه الثالثه من ناحيه الدمج، لكن هذا التيم اللي معي كله مات لما لعبنا يعني الفيديو طويل اكيد كله مات، فحصلت انا الشخص الوحيد اللي ما مات بالجيم زي ما تشوفون حصلت 10 قطع ديمسي اوكي. وباذن الله راح اشارك معكم في الجروب اللي لما مشترك يعني اتمنى ينضم الينا. زي ما تشوفون انا الشخص الوحيد اللي حصل ديمسي، شوفوا يعني الشخص اللي دمج كثير واخذ فأس يعني الاكثر دمج اخذ فأس. الصور هنا ملخبطه زي ما تعرفون هذا مشكل باللعبه مش عندي اوكي. فاتمنى شباب يعني اذا استفدتم من الطريقه وجربوها وكلموني بعدين اوكي. تاكد انك راح تحصلها وراح تحصل شخصيه ديمسي يعني لانه الوقت ما زال معنا الحين، فانصحكم باختيار اوكي. راح ندخل الحين كانت معنا 84 قطعه، الحين زي ما تشوفون عندي 94 قطعه يعني ما بقي شيء كثير وراح اخذ سكين. فيلا شباب اتمنى لايكاتكم، لا تبخلوا علي بمشاركه المقطع ان استفدتم طبعا. حاليا يعني حصلت كل شيء، المهم اللي انصحك به يعني النجاة والله ما تفيدك اذا تلعب غاره شديد الصعوبه، لكن ما تدخل مع تيم عربي، يلا ادخل مع تيم اجنبي. المهم شباب يلا لايكاتكم، دمتم في رعايه الله وحفظه ومع السلامه شباب.